نعم يا شيخ، من التعامل مثلا، من التعامل بالنسبة، التعامل لبعض التعامل الذي عرفته من الشيخ الأمين، الشيخ الأمين، نعم نعم، ثم نأتي للمختار. طيب نعم، أنه كان إذا سأله الطالب عن مسألة وفهم أن هذا الطالب سأل عن هذه المسألة ليس لأنه يريد أن يعرفها أو هكذا، بل مسألة كبيرة فقط، فيقول أسأل الشيخ عنه، وهو ما بلغ أن يتعلم أو أن يعرف هذه المسألة، وليست رغبة جيدة فيه، بل لأن المسألة كبيرة فيسأل هذا الشيخ الكبير. كان الشيخ يعرف هذا في الطلبة، سبحان الله والله. فأحيان فالمثال على هذا مثلا، أن طالبا أذكره حتى الآن، ما أذكر اسمه، كان من غينيا، وكان في الجامعة الإسلامية، مجتمع الناس هنالك، اللهم بارك فيها. فسأله عن حكم أكل التمساح، ما حكم التمساح؟ هل يجوز أكله؟ نعم. فقال له الشيخ رحمه الله: اسأل غيري، اسأل غيري. لا إله إلا الله. وهذا في الحقيقة على كل فعل الشيخ هذا، وهذا يفسر عند العلماء بأنه من دلال العالم في بعض المواقف، إذا رأى أن السائل كان ينبغي له أن يسأل عن غير هذا مما يستفيد منه كثيرا، هكذا يفسر بأنه من دلال العالم. تعرفون الدلال؟ نعم، يتدلل، من دلال العالم. صحيح. الدلال يكون للمرأة، لكن هذا من دلال العالم. صحيح. وهذا الدلال للعالم تجده في تاريخ علماء المتقدمين، حصل مثل هذا الدلال من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في دمشق. دمشق الشام، أحد العلماء اسمه معروف، اسمه هذا الصفدي كذا اسمه، تلميذه هذا، نعم. الصفدي، نعم. سأل الصفدي الشيخ الإسلامي يوما عن قوله تعالى: وأزواج مطهرة. أي نعم، مطهرة. صحيح. أزواج جمع، نعم، وهو للعقلاء، ومطهرة نعت له، وهو مفرد في اللفظ، نعم. والمعروف الفصيح أو الأفصح في لغة العرب أن يكون هذا النعت مطابقا لهذا المنعوت، نعم. فيقال فيكون النعت بالجمع أيضا، فكان الظاهر يقال: وأزواج مطهرات. فلماذا ما قال الله ذلك؟ والله الصفدي سأل الشيخ عن هذا، فقال له الشيخ: لو لازمتني سنة لم تفعت. سبحان الله، رأى فيه النبوغ. على كل حق هكذا قال له، وما أجابه. أجابه، نعم، ترك. نعم، سبحان الله. شوف، وليس معنى ذلك أن الشيخ الإسلام ما يعرف الجواب، لا يعرف، إلا أنه ما أجابه. وأنا منذ قرأت هذه الواقع بينهما، ما بدأت أبحث أو أنظر ما الوجه في مثل هذا، إلى أن وقفت على كلام لهذا العالم المغربي أو التونسي الذي اسمه محمد طاهر بن عاشور، شيخ جامع زيتون، الله أكبر، في تونس. نعم. فوقفت على كلامه، سبحان الله، مع أنه ما كانت له آثار ابن تيمية، ولكن ما، لأنه هو في المغرب وهذا في المشرق. وأتأكد أنه ما وقف عليه. لكن هو أجاب، هو لما فسر قال: وإنما قال مطهرة ولم يكن مطهرات، والقياس والأفضل مطهرات، وذلك لغرض آخر بلاغي. نعم، يا سلام. ها، وما هذا الغرض البلاغي؟ هو أنه لو قال جل شأنه: وأزواج مطهرات، فالمنعوت جمع، نعم، والنعت جمع، نعم، فيتوالى لفظان جمعان في النطق
بهما وراء بعضهما ثقل. أيوة. هذا ثقل في النطق وهكذا. هذا ينادي الفصاح. هذا كلام محمد طاهر بن عاشور. يا سلام. أزواج مطهرات. أين الفصاحة؟ لكن أزواج مطهرة. نعم. كل خفة. صحيح. ورشاق. الله أكبر. هذا كلام محمد طاهر بن عاشور. نعم. وما رأيت له شيء ما رأيت لي هذه المسألة كلاما آخر. لا إله. لكن ذكر هذا محمد طاهر بن عاشور. نعم. رأيت. وهذا قضية الدلال وجد في هذا الشيخ محمد العبيد. ما شاء الله. وهو محمد المختار. نعم. من جهة تعامله مع الطلبة. أيوة. فكان الشيخ رحمه الله